هدم منازل الخصوم وتفجيرها بعد اقتحامها ونهب محتوياتها واحدة من الأساليب المتعددة التي برعت الميليشيا في ممارستها في كافة المحافظات التي وقعت تحت سيطرتها، ممعنة في إيقاع أقصى العقوبات والانتقام من كل من خالفها في التوجه أو اختلف معها في الرأي أو قرر مواجهتها دفاعا عن أرضه وعرضه. أنا خليل حياة صالح ريبان، من مواليد وسكنة القحملية في تعز، تزوج وعندي يعني 3 بنات وولد. كانت حياتنا حياة طبيعية، كنت مدير فرع شركة فيدكو بالحديدة للمواد الغذائية، وتركته أول بداية الحرب، تركته أول ما بدأت الحرب ودخلوا حوضة تعز، تركت العمل، قدمت استقالتي. بدت حياتي من الصفر، يعني من مثل ما بديت من الصفر بالبداية، رجعت من الصفر وبدأت مرة ثانية من الصفر. في تاريخ 26/9/2015 تم تفجير البيت، منزلي منزل الوالد ومنزل أخواني في هذا التاريخ. ووصلنا الخبر، اتصلوا لنا قالوا فجروا يعني بيتكم كذا، وهذا ما كانش يعني الخسائر الوحيدة التي خسرناها بالنسبة للأموال. فسيارتي برضو كانت جديدة، يعني موديل 2007. عملية تفجير منازل المخالفين سياسيا ومذهبيا بعد قتلهم أو اختطافهم أو تهجيرهم قسريا تعتبر من أبشع الانتهاكات وأكثرها جرما، كونها تؤدي إلى إنهاء ارتباط الناس بالأرض التي نشأوا فيها وعاشوا عليها، وما يترتب عن ذلك من مآس ومعاناة ترافقهم وأسرهم طوال حياتهم، كما يؤكد عليها الحقوقي همدان العلي. كان برضو بتاريخ 15 فجروا منزل الشهيد عمر، عمي عمر ذيبان، فجروا منزله، منزل أبوه وكذا بعد ما استشهد. تفجير المنزل جاء يعني كانت بأول هجمة للقحملية، يعني هجمة المقاومة للقحملية. إحنا كنا يعني معنا 3 من أخواني هنا في الموجودين هنا في البيت، واحد في البيت هذا اللي هو أسامة أخي، إبراهيم أخي كان في البيت أنا الرئيسي اللي كان بيتي وبيت خالد أخي، وخالد أخي كان في البيت الدور الأول. فكانت الهجمة هذه بعد كان في تهديدات لهم، خرجوا من البيت، يعني أنتم مش مقبولين عندنا من الحوثة، كان في رسائل. لما حصلت الهجمة حق القحملية هم كانوا قرروا أنهم يلقوا القبض عليهم، فاضطروا أنهم يخرجوا من البيت، خرجوا على أمل نحن يعني أنهم يرجعوا، وإحنا قد إحنا متقدم بندخل يعني القحملية. يهدف الحوثيون من خلال تفجير المنازل إلى إرعاب خصومهم السياسيين الذين يرفضون وجودهم وسيطرتهم على مناطقهم، رغبة في إذلالهم ونشر الرعب في أوساط المجتمع، وإرسال رسالة لكل من يفكر بمعارضة هذه الجماعة الإرهابية. كانتقام ففجروا البيت، يعني أول حاجة حرقوا البيت، يعني حرقوا الدور الأول والدور الثاني. وبعدها بأسبوع وفي كان نهب بعض الأثاث العفش، وبعدها بأسبوع يعني فعلوا الديناميت، زرعوا الديناميت من هنا من هذا المكان وفتحت البيت وفجروا. والله بما كانت صدمة بالنسبة لي، وما كانش متوقع يعني إن إحنا نوصل للمرحلة هذه من الحقد والكذا، يوصل بينهم الحقد للدرجة هذه. لكن الذي كان أكثر همنا إنه كان الوالدة، إنه ما تعرفش كيف بنوصل للخبر هذا، ذكريات وكذا وعشرته، وهي بنات البيت هو بي الله يرحمه، يعني كان أكبر همنا هذا. فهي قالت يعني حمدت الله وشكرته وقالت أهم شيء سلامة رأسكم، أنتم عيالي تمام، كلكم بخير، قلنا تمام. إحنا انتقلنا من المقاومة، كان بالنسبة لهم عداء شخصي، يعني إحنا انتقلنا من المقاومة رغم أنه كل شخص اختار طريقه، مثل ما هنا عندنا في المنطقة متحوثين اختاروا طريقهم أنهم يوقفوا مع الحوثة، وإحنا اخترنا طريقنا نوقف مع المقاومة. وإحنا كنا نعرفهم، حتى الذين التحقوا بالحوثي كانوا يعني أغلبهم يعني سيئين السمعة. لجوء الميليشيا إلى جريمة نسف المنازل يشكل أسلوباً معتاداً تتبعه الجماعات المتشددة سواء في اليمن أو العراق أو سوريا، ومضاهاة لما يرتكبه الصهاينة من إجرام متكرر بحق الشعب الفلسطيني والتنكيل بالناشطين الفلسطينيين
واستهداف منازلهم وممتلكاتهم. يعني هذا جزء من التضحية، البيوت والكذا، وهي إن شاء الله تعوض، وأرضه وكمان بيت جدي برضو فجر، وبيت جدي الكل ضحينا بعمي شهيد وابنه شهيد وابن أخي شهيد دفاعا عن أرضنا. المعتدي جاء من خارج تعز ودمروا بيوتنا ودمروا البيوت والناس وحاصروا المدينة، ولحد اليوم هم محاصرين تعز. طبعا البيت كانت كل ذكرياتنا فيه، يعني كل الذكريات، يعني ذكريات الطفولة، ذكريات يعني الشباب، وذكريات حتى يعني لما تزوجت قررت ان انا اعمر فوق بيتنا، يعني الحوثي يعني لن ينتصر ان شاء الله، يعني مهما عمل مهما فعل كذا، لانه الله يعني ما مش راضي عن عمله.